السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الفيديو ده، طبعا الفيديو ده حصري 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 لمستخدمين الآيفون إكس. طبعا سريعا، احنا عارفين ان ابل اضافت خاصية الايموجي، اللي هي على سبيل المثال انت بتفتح التطبيق رسائل بتستخدم مثلا الايموجي اللي انت عايزها وتسجل فيديو مدته مثلا، مش مثلا مدته 10 ثواني، بعد كده بتبعت الفيديو للشخص اللي انت عايزه. طبعا دي حصرا لتطبيق رسائل. طيب احنا عايزين نسجل او نستخدم الخاصية دي على السوشيال ميديا، او نسجل مثلا دقيقة دقيقتين ثلاثة، ازاي؟ طبعا حصري الموضوع ده او الاداة دي. طبعا هتفتح، هتعمل ايه؟ هتفتح سفاري، هسيب لك انا اللينك في الديسكريبشن تحت. هتفتح سفاري، ومن سفاري هتفتح الرابط اللي هسيبه لكم في الديسكريبشن. ثواني هيفتح معاكم، هيدخلك على، كنت انا شرحت فيديو قبل كده ازاي تنزل كذا متجر خارجي تنزل من خلالهم اي تطبيق مدفوع مجاني. في الفيديو ده هنتكلم على متجر مخصص معين هو اللي من خلاله هنقدر ننزل من خلاله الابليكيشن اللي هيساعدنا في ان احنا نسجل مدة مفتوحة ونعمل شير للتسجيل الفيديو ده من خلال الايموجي على السوشيال ميديا. تمام. طيب انا تقريبا عندي النت سيء، هشغل VPN. شغل VPN ونفتحه كده سريعا. فتح اهو. طيب هو ده تطبيق تويك بوكس فيرجن 2، اللي هو ده زي ما انتم شايفين. تمام. طيب هتنزله وهتسمح له تضغط اللاو. طبعا انا منزله عندي. تمام. بعد ما تنزله هترجع تروح فاتح المتجر ده. تمام. هو ده تويك بوكس. تمام. طيب لحظة كده اقفل بس الفي بي ان. تمام. هتفتح الابليكيشن عادي، المتجر عفوا، هتضغط على ابس. تمام. هتفتح بعد كده اب ستور ابس. تمام. تستنى شوية يحمل، بعد كده هتنزل تحت هتلاقي عندك هنا اول اب، تاني، تالت، الرابع، ايموجي ستوديو. هو ده هتفتحه وتضغط عليه وتضغط انستول. تمام. هتقول له انستول عادي كده، تخرج هتلاقيه هو بينزل هنا اهو. تمام. طبعا هنشوف مع بعض، بصراحة حاجة مبهرة جدا جدا جدا. تمام. هو نزل هنا اهو. تمام. ايموجي ستوديو هتفتحه. خلي بالك لو ما فتحش معاك وظهر لك رسالة هتضطر تروح للسيتنجز عندك. تمام. في الجنرال، الجنرال هتضغط على بروفايلز اند ديفايس مانجمنت، وبعد كده هتدور على اهو الايموجي عندي هنا اهو معمول له فيرفاي. هتلاقي عندك في هنا فوق تراست بدل ديليت ابس، تضغط على تراست وتوافق، بعد كده ترجع تفتح الابلكيشن تاني هيفتح معاك. تمام. مدينا هنا الايموجي طبعا استنادا للايموجي اللي ضايفها ابل، بس ليميت محدده كم شكل كده. نختار مثلا احنا ده مثلا على سبيل المثال، بيقول ان هو عايز يوصل الاكسس للكاميرا، اقول له ماشي. طبعا زي ما انتم شايفين حاجه مبهره بصراحه يعني. طيب احب انا اخليها الشاشه سودة. طيب اقول له انيبل مايكروفون. طيب هو تقريبا، طب اقول له كده انيبل مايكروفون. طيب تمام. عشان نسجل هنضغط على ريكورد فوق، الجزء ايه اللي فوق دي. طبعا انا بعتذر ليكم، زي ما انتم شايفين انا مسجل كده اي حاجه. طب ممكن اقول له شير، بعد كده ممكن اقدر احفظه زي ما انتم شايفين. طبعا التسجيل مدتها تسجيل، انت بتسجل فيديو بقى براحتك، ثانيه، 2، 10 دقيقه، 50 دقيقه، زي ما تحب. ممكن تسيف الفيديو بتاعك، ممكن تشيره مباشره على السوشيال ميديا بتاعتك زي ما انت عايز. اتمنى يا رب يكون الفيديو ده يعني حاجه جديده، معلومه جديده، فكره جديده. ربنا يوفقنا جميعا لكل خير ان شاء الله. استنوني فيديوهات قادمه احسن واحسن باذن الله. نستودعكم الله والسلام عليكم.